خليني اقول لك برضو ان من ضمن اصابات المنتخب لسه في 2 لعيبه ما نزلوش التدريب، ولكن هم الحمد لله هيبقوا كويسين خلال ايام. هم محمد الشناوي واحمد الشناوي حراس المرمى، لان هم اصلا الشناوي عنده مشكله في الضلوع، عنده مشكله فيه، ومحمد الشناوي عنده مشكله في الخلفيه، ولكن بيتعافوا بشكل كبير. يعني اعتقد ان الشناوي محمد ممكن ما يلعبش كده كده، احمد الشناوي مش هيلعب الماتش بتاع تنزانيا، ولكن اعتقد ان هو هيتم اراحه محمد الشناوي وابو جبل يكون الاساس في هذه المباراه الوديه.